الشيكل أو الشاكل أو الشقلة هو اسم العملة الكنعانية، وهي أقدم عملة بالتاريخ، حيث عرف الكنعانيون النقود قبل 4000 سنة. ورد ذكرها في الكتاب المقدس عن إبراهيم عليه السلام عندما ابتاع مغارة المكيفل لدفن زوجته سارة عليه السلام 400 شاكل، وذلك في سفر التكوين الجزء 23، حيث ذكر: قام إبراهيم وسجد لأهل البلد أي لبني حث وكلمهم قائلا: إن طابت نفوسكم بأن أدفن ميتي من أمام وجهي فاسمعوا لي واسألوا لي عفرون بن صوحر، وهو الملك الكنعاني لمدينة الخليل، أن يعطيني مغارة المكيفلة التي له في طرف حقله في وسطكم، يعطيني إياها بثمنها الكامل لتكون لي ملك قبر. وفي التتمة فأجاب عفرون إبراهيم وقال له: يا سيدي اسمع لي، أرض تساوي 400 مثقال فضة ما عسى أن تكون بيني وبينك، ادفن. هذا في النسخة العربية، أما في النسخة الإنجليزية فقد ذكر: إفرون answered Abraham, listen to me, my lord. The land is worth 400 shekels of silver, but what is that between you and me? Bury your dead. الشاكل وزن محدد من الفضة تبلغ 4.6 كيلوغرام، ومتعارف عليها بين الكنعانيين، حيث كانوا يقدرون قيمة الأشياء حسب ما تستحقون من الشواكل أو القطع الفضية المحددة الوزن، وهي أتت من الفعل الثلاثي شكل بمعنى وزن، حيث ورد في المعجم الوسيط شكله أي وزنه، وفي المعجم الرائد شكل يشكل شكلا شكل الشيء أي وزنه. إذن فالشيكل عملة كنعانية، لكن الصهاينة سرقوها كما سرقوا البلاد وتاريخها وتراثها.